أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم بنغازي اليوم، والذي نستعرض فيه: مصدر من جنفودة يؤكد قصف الطيران الأجنبي لمنطقة جنفودة ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل دون وقوع خسائر بشرية. بنغازي اليوم يعرض الحالة الأمنية لمدينة بنغازي خلال السنتين الأولى والثانية لثورة 17 من فبراير. المتحدث باسم القيادة العامة لحفتر يعتبر أي مدينة تتبع ما سماها ميليشيات السراج غير قانونية وواجب قتالها. أهلا بكم السادة المشاهدين. استنكرت لجنة دعم ثوار بنغازي الحصار والقصف الذي تمارسه ميليشيات حفتر على أهالي منطقة جنفودة. اللجنة وفي بيان لها طالبت بحقوق العائلات العالقة وإمكانية إخراجهم من مناطق القتال التي يتعرضون له كل يوم على وجه السرعة، محملة المسؤولية كافة الجهات والمنظمات الدولية والمحلية عما يقع من ضرر لهذه العائلات، بما في ذلك المجلس الرئاسي المقترح والأمم المتحدة. كما طالبت اللجنة إخراج قضية المحاصرين من العائلات والعمالة العالقة من المزايدات والمماحكات السياسية واعتبارها قضية حقوقية. يتركز قصف الطيران الأجنبي على منطقة جنفودة السكنية منذ يومين، حيث أفادت مصادرنا أن قصف اليوم كان ساعات الصباح الأولى ما أدى لتدمير منزل بالكامل دون وقوع خسائر بشرية. لم يدم الهدوء طويلا بالمنطقة حتى عادت مدفعية ميليشيات حفتر بالقصف العشوائي عليها، حيث أمطرت جنفودة بصواريخ الجراد وقذائف الهاون ما زاد دمار المباني بها. مصادرنا أكدت رصد تحشيد لميليشيات حفتر تجمع فيه آليات عسكرية ثقيلة بالجوارشا من محوري المستشفى الأوروبي والبوابة، فيما ينتظم طيران الرصد والتجسس في تحليقها على مواقع تمركزات مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي. وينضم إلينا عبر الهاتف لتحليل أبرز التطورات الميدانية الخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبد الكافي، كما تنضم إلينا إحدى العالقات في منطقة جنفودة. إذا بدأنا مع الاتصال مع إحدى العالقات في منطقة جنفودة، أهلا بك الأخت الكريمة معنا. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك معنا في برنامج بنغازي اليوم. مرحبتي مرحبتي، ما كنتش نسمع في الاتصال واضح، ما سمعتش إن عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي الكريمة، لو تضعين في الوضع الحالي للأهالي العالقين في منطقة جنفودة. والله شنو الوضع الحالي؟ طيران مكثف أجنبي طول الوقت يضرب، ضرب عشوائي بالأسلحة الثقيلة، جراد على دبابات هاوزر، يعني حتى لما يفصلوا بالأسلحة الثقيلة يكون الطيران يضرب، يفصل الضرب يبدأ الأسلحة، يعني طول الوقت خلال 5-6 أيام عشان يكون عندك ساعتين أو ثلاثة في شوية هدوء نسبي تسمح فيه اشتباكات خفيفة من بعيد، ويكون الرماية على يعني مثلا حتى على المنطقة السكنية نفسها. نعم. احنا مثلا سكان المنطقة. نعم. عايشين فيها، ومنطقتنا أغلبها فيها سكان، يعني حتى الناس اللي كانت شوية بعيدة أغلبهم لما قعد الضارب قريب من شيشانهم. نعم. المنطقة الأكثر كثافة. نعم. ففيها كثافة سكانية، وبرغم من هيك عادي القذائف تكون عشوائية على المنطقة بشكل اعتيادي جدا. نحن مثلا في حوشنا ونحن قاعدين في نفس المنزل في 23 طفل. نعم. خشت قذيفة الدبابة وهدت الدار ونحن قاعدين في الحوش جوا. نعم. طيب يعني عادي. نعم. لا يوجد أي اتصالات مثلا لإخراج هذه العائلات؟ لا، في اتصالات. نحن من اكثر من 5 شهور ونحن نتصل بالمنظمات الحقوقيه والمنظمات الانسانيه، ويعني بكل شخص يقولوا لنا ممكن انه له علاقه بانه يطلع الاسر، نتصلوا به ونساله،
بس ما فيش اي شخص دار لنا اي حاجه لحتى الان. يعني يقولوا لك مثلا الهلال الاحمر بيطلع، الصليب الاحمر بيطلع، وبعدين نبوا بيانات، نبوا نجهزوا احصائياتنا. يعني معقوله ان في ناس قاعدين يقصفوا وحشان يطيحوا فوق روسهم واطفال يموتوا، وانت حتى اللي ما قصفش حوشه طول الوقت هو يستنى بدور. نعم طيب يعني رعب، انت الحوش يطيح فوق راس عيالي، والناس يقولوا لك شنو بيانات عن الاسره، الزوج والزوجه والابناء والاسم كامل والمواليد، وبيانات كامله بيرسلون للامم المتحده عشان تشكل لجنه وتجي وينصهم على الاطراف المتصارعه ويدخلوا باش يطلعوا الاسر. يعني على ما انه اجراءاتهم هذينا كلها، يعني ما فيش داعي يديروا حساب 133 اسره عالقه، يجوا ياخذوا اقل حتى من 100، حيكونوا الباقي منتهيين. نعم طيب يعني بالنسبة للوضع الإنساني الحالي، يعني هل الوضع نعم الإنساني يعني سيء؟ تتوفر لديكم مثلا الغذاء الدواء الأغذية؟ مش مثلا الناس مش جعانة تاكل، بس كل الأغذية صلاحيتها منتهية. نعم الأدوية برضو صلاحيتها منتهية، تطعيمات ما فيش، حتى مستشفى إن المرأة تضع فيه ما فيش، النساء يضع في البيوت، الأطفال بالبركة ما فيش تطعيمات ولا أدوية ولا شيء، باستثناء بعض الأدوية أو حليب الأطفال أو اللي وفروا لنا فيه شباب الشورى. نعم. يعني مكتب الخدمات مجلس الشورى طوال بنغازي يقدم مثلا للناس حليب أطفال أو أدوية حرارة لما يحصلوا مش منتهية الصلاحية، بامبرز الأطفال، بعض الأغذية الأساسية لما يلقون، أو ملبس مكل، أي شيء يقدروا يوفروه للعائلات من خبز أو حتى هيك يوفروا لنا، يجيبون لنا لعند الحوش بأمانة. نعم. بس غير هيك لا، ما فيش أي جهة تقدمت لنا أي شيء. طيب يعني ما هو ردك مثلا على بعض الادعاءات، نقول بأن من أتباع الكرامة أو هذه الميليشيات التي تقوم بقصفكم ليل ونهار، بأن أنكم رضيتم أن تكونوا دروعا لمجلس شورى ثوار بنغازي؟ ليش نحن أصلا إحنا مش دروع، نحن ناس مثلا لما بدأت الأحداث هذه قعدنا في حشاننا لأن ما عندناش من نطلعه. يعني إحنا قاعدين في حشاننا وحياتنا طبيعية، وليش أنا نطلع ونسيب حوشي ونبحث عن الذل والمهانة برا حوشي؟ فنحن قعدنا وما كناش متخيلين إن من الممكن إن في ليبيا ممكن شخص توصل منطقة، يوصل في منطقة الاشتباك بهالقوة ويحرم من إنه يطلع. يعني نحن مثلا سكان من مدينة بنغازي، معقولة يعني نحاصر لدرجة ما نقدرش نطلع من قنفودة لأي مكان؟ لأي مكان خلاص هيك حصار كلي. كنا نقولوا لا، لو ما يسوء الوضع أكيد حيفتحوا ممر آمن ويطلعوا. فلما ساء الوضع وقعدنا نطلبوا في الممر، في كل مرة الجيش يعرقل الموضوع، يعني ما عادش بيمشي. بس احنا مش دروع، لأن احنا حتى مش قاعدين في مناطق المحاور. نحن حتى لما يكون في منطقة فيها اشتباك قوي، زي لما وصلنا الاشتباكات بالمصائف المعلمين والنيرون أو جهة أحمد الزروق أو هيك، يكون في اشتباك قريب منهم، عادة الثوار يسحبوا العائلات في المناطق هذينا ويجيبوا وينقلوهم الأماكن أكثر أمان. نعم. عشان يبعدوا في وسط المنطقة والمحاور اللي فين المقاتلين، مش في وسط المنطقة. نعم. بس طيب. بالرغم من هيك القصف يكون في نص المنطقة، يعني ما تفهمش في من يقصفوا. نعم طيب يعني في أطفال مصابين يعني عندكم في بنغازي في قنفودة؟ في أطفال عند اليوم، كان في طفل مصاب. كيف وضعهم الصحي؟ يعني من قبل قالوا بأن في حوالي 5 أطفال أصيبوا. في شنو؟ في 5 أطفال كان مصابين سابقا. أنت تحكي على أحداث سابقة؟ نعم. كيف حالتهم الصحية؟ نحن عن نفس، يعني انا عن نفسي الحوش اللي انا قاعده فيه، نحن 6 اسر مع بعضنا في نفس الحوش، في 4 اطفال اصيبوا عندنا في الحوش. وحطيناهم في الحوش ما قدرناش نطلعوهم، حتى الدكتور اللي جاء اسعفهم شافهم وطلع قصفت الطياره وتوفى. في طفل اليوم مصاب ايضا من وبعدين اصيبت طفله ثانيه، وكل مره نسمع حد مصاب. اليوم كانوا يقولوا في طفل مصاب، مش عارفه ان كان في اشتباكات في العشيه. انا لعند تو وانا نحكي معاكي ونسمح في القذائف العشوائيه قاعدات يطيحن، عارفه انا نحكي معاك والحوش يهز. نعم نسمح فيه، بس سمعنا ان في طفل مصاب، بس للاسف ما حدش يقدر يطلع يسال عليه، لان الطيران فوقنا
لما يقرب المغرب حتى كل واحد في حوشه ما حدش يطلع. نحن اطفالنا نقول لك ممكن من حوالي 3 شهور ما شافوش الشمس. نعم. كل واحد في منزله ما حدش يقدر يتحرك، خوف من الطيران اللي يرصد في الحركه، طبعا هو يضرب على الحركه. نعم. لكن ما فيش اي تواصل من بنغازي، من اهالي بنغازي معك مثلا؟ والله اهالي بنغازي خذلونا يعني خذلان غير عادي. يعني مش معقوله ان منطقه تابعه لبنغازي ويحاصر اهلها ويقعدوا بدون غذاء وبدون كهرباء وبدون مياه صحيه وبدون ادويه اطفال ونسائهم تلد في البيوت والمصابين يقعدوا في بيوتهم ما عندهمش وين يمشوا ولا يعالجوا. نعم. ويقصفوا بالبراميل ويقصفوا بالطيران الاجنبي. واهالينا في بنغازي يقولوا الله اكبر صدد الله رميهم. طيب يعني يكبروا على طيارة توجهيها لاهالي بنغازي. يعني انت بنت بنغازي وانت كنت متواجده في المنطقه، يعني رفضتي ان انت تطلعي من حوشك مثلا لان ما عندكش مكان واحد ثاني تمشيه مثلا؟ طيب يعني الان شنو هي الكلمه اللي توجهيها انت لاهالي بنغازي؟ يعني انتم عائلات قاعده محاصره ما لكمش اي دخل مثلا بمجلس الشورى ولا لكم اي علاقه باللي موجودين او الاطراف المتنازعه في مدينه بنغازي، شنو هي الكلمه اللي توجهيها لهم؟ والله انا نشد فيهم المروءه اللي عهدناها في الليبيين، يعني وين خوالنا اللي في الشرق وعربنا اللي في الغرب وهلنا اللي في بنغازي؟ وين معقوله نسائكم هيك؟ يعني الله يرحم ايام وقع معتصمات لما الجيش الاسلامي كله عشان يطلعوا ينقذوا مراد تنجدف، يشوفوا في نسائهم واطفالهم يعني واصلين لمرحله انهم ينتظروا في الموت في كل لحظة، في كل لحظة وانت قدام عيالك مسكتيهم تستني فيهم انت يكونوا قدامك اشلاء ويشوفوا وصمهم بكم عميون. ما فيش دور يعني ما فيش، مش معقولة كل رجال ليبيا بحكومتهم المقترحة بمجلس النواب بالمؤتمر الوطني حكام وعاظ مشائخ، وين معقولة لهالدرجة؟ يعني ما فيش حد في ايده اي شيء يديره، كلهم يستنوا في الامم المتحده تخش تنقذ الاسر العالقه. الموضوع ابسط واسهل من هيك، لو اهالينا بس يجمعوا واللي عند البوابه يقولوا هلنا اللي جوا لكم خشوا طلعوهم. نعم. احنا عارفينهم، هم كلنا عندنا هلو، كلنا يعرفوا ان احنا مدنيين وان ناس ما لناش اي علاقه بالاشتباك. نعم. ما يقدروش يفتحوا طريق يطلعونا منها. نعم. شكرا. يعني احنا لولا دوله شويه يعني المجهود اللي بده فيه شباب الشورى عشان يوفروا لنا اي شيء ناقص، يعني شن كان يصير فينا؟ احنا حتى في القنوات ما يحكوش علينا باستثناء طبعا الندى والتناصح والاحرار، يعني حتى قضيتنا مش جوهريه بالنسبه حتى في الاعلام حتى في. نعم. شكرا لك يا اختي الكريمه. مشاهدينا فاصل ونواصل حلقه. أهلا بكم مشاهدينا. خلال السنتين الأولى والثانية لثورة 17 من فبراير عاشت مدينة بنغازي أوضاع أمنية مستقرة بفضل الخطط الأمنية التي وضعها الثوار بالتعاون مع الأهالي. بنغازي اليوم يعرض الحالة الأمنية في بنغازي في بداية الثورة، لنتابع. خلال المراحل الأولى لثورة فبراير وفي ظل غياب تام للمؤسسة الأمنية والعسكرية، تنادى شباب بنغازي إلى ضرورة ملء الفراغ، فشكلوا من كتائبهم الظافرة أذرعا أمنية لإدارة المرحلة، فاستنفروا عناصرهم بكل عفوية لبناء جدار دفاعي يحفظ مدينتهم من كل مظاهر الانفلات التي يمكن أن تهلك الحرث والنسل. دفاعات بسيطة لم تكن لمصلحة شخص أو حزب أو أي جهة، بل كانت من أجل الحفاظ على البلاد والعباد. الحمد لله رب العالمين، وضع البلاد يعني 100% آمن تمام، يعني بلاد آمنة وفيش أي مشاكل. وبعد أن شكل المجلس الوطني الانتقالي ليكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وواجهة للثورة الشعبية، كان شباب بنغازي يشكلون قوة حماية لحفظ الأمن في المدينة، تماما كما تأسست كتيبة شهداء الزنتان لتلعب الدور نفسه.
في إطار التناغم والتنسيق بين الثوار للتصدي لكل المظاهر السلبية في المدينة. خلال سيطرة الثوار على المدينة وتأمينها لم تسجل أي جرائم قيدت ضد مجهول، بل سجلت 3 جرائم إحداهما جنائية، وهي مقتل فتاة رتاج البرغثي والتي قتلت على يد زوجة أبيها بسبب مشاكل عائلية، وقد تم القبض على الجانية. رغم قلة الإمكانيات الاستخباراتية والعسكرية للثوار، تمكنوا من الكشف عن تشكيل مسلح داخل المدينة والمعروف بكتيبة النداء. القبض على عصابة من المؤسسة العسكرية التابعة للنظام السابق، أصحاب العملية التي قاموا خلالها بتفجير عند مقر محكمة شمال بنغازي المعروفة بعملية بابا نويل، وتفجير آخر بمقر الشرطة العسكرية في بوهديمة. بالرغم من الفراغ الأمني وغياب المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، استطاع المدنيون من أبناء بنغازي تأمين المدينة ومؤسساتها لأكثر من عام من انطلاق الثورة، وكان ذلك باحتضان الأهالي للثوار ومساعدتهم. أما الآن مشاهدينا الكرام، نتابع أو نستعرض عليكم طائفة من الأخبار من داخل مدينة بنغازي. وكذلك ينضم إلينا في الاستوديو الناشط السياسي مصطفى المهرك. مرحبا بك. مرحبا بك أختي وكافة مشاهدي قناة نبا. إذا تحدثنا عن الأوضاع الأمنية في بداية الثورة في بنغازي تحديدا، يعني شاهدنا غياب كلي لربما لكافة المؤسسات الشرطية والأمنية في بداية الثورة، يعني ما هو الدور الذي قام به شباب بنغازي في تلك الفترة لتأمين مدينتهم في ظل الغياب؟ طبعا لازم نعرف كلنا ليش غابت هذه المؤسسات الأمنية التي هي أسست في فترة حكم المقبور. جميع كافة المؤسسات الأمنية في فترة حكم المقبور سواء كانت شرطية أو غيرها هي كانت أدرع لحماية النظام السابق، فوليست لحماية الناس. فمن الطبيعي عندما فقد النظام السابق سيطرته على المنطقة الشرقية، فمن الطبيعي أن تغيب هذه المؤسسات، لأن سبب وجودها لم يصبح موجودا. سبب وجودها في المنطقة الشرقية هو حماية النظام، والنظام الآن غير موجود، فمن الطبيعي أن يكون الغياب لهذه المؤسسات. وهذا دافع. نعم، الآن إذا تحدثنا عن الدور اللي قام به شباب، يعني لربما بنغازي كانت تعيش نسبة من الأمن في أول سنتين 2011 وكذلك 2012، يعني ما هو الدور الذي قام به الشباب في ذلك الوقت حتى جعلوا المدينة لربما تنعم بنوع من السلام في ذلك الوقت؟ طبعا بداية الشباب يعني تدافعوا لحماية مدينتهم أولا، وهؤلاء الشباب هم من الثوار ومن يعني مناصرين ثورة فبراير، فيعني طبيعيا كان هؤلاء الشباب يخاف على مدينته وعلى أهله وعلى وطنه بصورة عامة. فيعني أنشئت كتائب، وكان من أبرزها كتيبة حماية بنغازي، كان لها مقر في منطقة الصابري ومقر آخر في منطقة السلماني الشرقي. لعبت هذه الكتيبة أدوار كثيرة جدا أمنية، فكان لها دور بارز في كجهاز استخباراتي عندما انكشفوا بعض الخلايا النائمة، وكان لها أيضا دور بارز في مكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات، وأيضا يعني كانت تنشر في الدوريات الأمنية ليلا في كافة مداخل ومخارج ومفترقات بنغازي الرئيسية. لكن يعني كيف تمكنت مثلا هذه الكتائب الأمنية مكونة من مدنيين يعني أو ثوار من أداء مثلا مهام أمنية كالاستخبارات مثلا أو وجود البحث عن معلومات يعني كالبحث الجنائي أو غيره؟ تمام، بداية يعني نقول نحن أكثر شيء يعني كان سبب في نجاح هذه الكتائب هو سبب النشأة. يعني هي أنشئت، يعني الناس اللي دخلت هذه الكتيبة ليس هناك مال، ليس هناك أي يعني دافع مالي، هو دافع أن يقوم بحماية أهله وناسه ومدينته. فالدافع هذا يعني خلى الشباب يعني يجتهدوا أكثر،
وطبعا ملاحظ يعني في يعني بعض الناس المنتمين للمؤسسة الشرطية أو الأمنية، يعني البعض يعني مش البعض، نقول أفراد يعني كان لهم دور في 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 توجيه هؤلاء الشباب. طيب يعني كان في التفاف من الأهالي على الدروع اللي كانت موجودة في بنغازي أو هذه الكتائب الأمنية اللي كانت موجودة في الوقت في وقت 2011 ووقت 2012، وانضم لها الكثير من أبناء بنغازي، يعني كلهم كانوا موجودين في الدروع بعد الثورة. لماذا لم يتم الحفاظ على هذه المؤسسات إذا أثبتت بالفعل مثلا مهنيتها؟ يعني إذا كانت الجرائم المحسوبة في السنتين الأولتين في الثورة لم يكن هناك جرائم كالتي جرائم حرب، يعني إنما كانت جرائم جنائية. جنائية. نعم. كانت جرائم جنائية. نعم. طبعا بالنسبة للدروع يعني فترة يعني بعد الفترة الأولى يعني للثورة، لأن أغلب شباب الدروع هم يعني من الثوار اللي كانوا في الجبهات، وليس يعني في كانوا في القتال، يعني ما كانوش في تأمين مدينة بنغازي. كان لهم دور في تأمين الحدود، ولكن عندما نتكلم عن مدينة بنغازي الدور الأبرز كان لكتيبة حماية بنغازي. وبالنسبة للنجاح اللي حققته هذه الكتيبة، نحن كنا يعني نتوقع أن هذا حيكون أو هذه حتكون بداية لدعم هذا المشروع، ويكون نواة يعني لتجديد المؤسسات الأمنية. وهي كانت فعلا يعني متقدمة بطلب الأرقام الوطنية، تذكر في ذلك الوقت عسكرية، لم يكن لديهم أرقام عسكرية، أغلبيتهم مدنيون، وكان يتم تدريبهم لأشهر، وكذلك إرسال البعض إلى الخارج. الآن يعني في بنغازي عبر الأعلام يقولون بأنهم تم تفعيل كافة الأجهزة الشرطية والأمنية، يعني أليس ما يحدث الآن هو شبيه بما حدث في بداية الثورة؟ أولا في اختلاف كلي ما يحدث الآن وما يحدث وما حدث في بداية الثورة. نعم. أول شيء من ناحية زي ما قلنا نحن من ناحية النشأة، يعني زي ما وضحنا قلنا غابت المؤسسات الأمنية في بداية الثورة، ونوهوا على شيء مهم جدا، هي أول أيام كانت لها وجود في آخر فرصة لها لتقديم خدماتها للنظام السابق، وهو قمع المتظاهرين. نعم. خاصة ما قامت به مديرية أمن بنغازي. نعم. يعني كان قمع شديد المتظاهرين في تلك الفترة. نعم. يعني نحن لما قلنا لازم نعرف سبب إنشاء هذه المؤسسات. نعم. يعني نشأت هذه المؤسسات الآن في المنطقة الشرقية. نعم. لم يكن لسبب حماية المدنيين، يعني كما كان في النظام السابق. نعم. أو لم يكن يعني دورها الأمني لحماية المواطن. وعندنا عدة أدلة. نعم. يعني تسمع في الأخبار أن تم القبض على خلية تابعة لمجزرة توار بنغازي أو تابعة لتوار بنغازي، كانت تنوي القيام بعملية كما يدعون هم إرهابية. نعم. أو غيرها. لكن الغريب كلها يتم اختصارها يا إما أشخاص مثلا قاموا باغتيالات، كل نسب للطرف الآخر. نحن يعني هم نقصد بأنها لحماية شخص كما كانت في النظام حماية أصلاً. شخص ومشروع. نعم. يعني والدليل يعني عندنا نحن نقدر نقوله توصلنا لمئات الاغتيالات مش حتى. نعم. عشرات. نعم. يعني في ظل سيطرة مشروع الكرامة. نعم. ما وجدناش يعني في التلفزيون خبر يقول أن تم القبض على من قاموا باغتيال 14 جثة. نعم. مثلا ما فيش أي حاجة تنشر في الأخبار كأخبار أمنية يعني عن مدينة بنغازي إن في شخص أو في أشخاص مواطنين مدنيين أو تم القبض مثلا على من يتجرون بالمخدرات. المخدرات الآن في بنغازي للأسف الشديد. نعم. تباع علنا يعني وكأنه سوق رسمي. نعم. تمام. لأن هذه حقيقة يعني مبنية على نشأة هذه المؤسسات. يعني في السابق عندما شباب بنغازي أنشأوا مؤسسة أمنية لحماية مدينة بنغازي كان في معايير، مش معايير مهنية هي تخص شرطة وجيش، لكن كانت معايير أخرى، يعني معايير أخلاقية. يعني كل من يريد الانتساب لهذه المؤسسة الأمنية يعني يجب أن تكون سيرته الذاتية حسنة وصاحب سمعة طيبة. نعم. فخلو هذه المؤسسات من أصحاب يعني في السابق مثل كتيبة حماية بنغازي من أصحاب الصوابق أو المجرمين أو أصحاب السمعة السيئة، هذا ساهم بشكل إيجابي وبشكل كبير في نجاحها. ولكن الآن
للأسف الشديد يعني عكس ما حدث في الماضي. يعني يعني لما جيت بحثت الوضع الأمني في الشارع إجرام، لما جينا بحث وقلنا يعني عامل انتشار المخدرات، المخدرات منتشرة وتباع علنا، إذا يعني من هذا يعكس طبيعة من هم موجودين في المؤسسة الذين يدعون أنها مؤسسة أمنية. فالكل يعرف، يعني الكل يعرف هذه الحقيقة، ولكن هناك من لا يريد أن يصدق أن يصدق حتى ما يرى. نعم، يعني إذا قررنا الآن هذه المرحلة الموجودة حاليا، يعني البعض إذا وكذلك المرحلة ما بعد الثورة، يعني لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ لماذا خرج الشباب يعني المتقاتلين إذا جئنا يعني بالذات العايش في بنغازي، منطقة سيدي حسين مثلا، الشباب اللي فيها أو منطقة الصبري، في اللي كانوا أصحاب مع بعضهم يجلسوا مع بعضهم في الشارع متربيين مع بعضهم، فجأة أصبحوا يتقاتلوا، مجموعة مع مجلس الشورى، مجموعة مع كتائب حفتر أو عملية الكرامة. يعني لماذا وصلنا إلى هذه النقطة برأيك؟ اولا يعني اول شيء نحب يعني نوضحها، يعني اعداء الثوره والانقلابيين كانوا رئيسي يعني سائرون مع كل نجاح للثوره، كل خطوه للثوره كان يسيرون مع، كانوا يعني يترقبونها يترصدونها. لماذا؟ اول شيء عندما نتكلم نحن على موضوع الامن، يعني بالخصوص الامن هو العامل المعرقل لاي شخص يريد تخريب، يريد تدمير، يريد فوضى. فسوف اذا وجد الامن سوف يعرقل هذا المخطط. فحورب كل نجاح امني حتى يتسنى للانقلابيين وغيرهم. طيب البعض من كان من نعم من يعني لان الوقت يداهمنا، يعني الاول كانت لما تصير جريمه اغتيال اي حاجه يعني في تصير في بنغازي دغري يحطوها في انصار الشريعه او يعني عبر قنوات فضائيه، يعني ما كان يخرج محلليها اللي حاليا هم مع الكرامه وتنسب، يعني تنسب على طول لجهه دينيه، ملتحي مش عارف مغطي وجهه واشياء كهذه كانت تخرج على شاشات تلفزيونيه. فالان لا يوجد نسب مثلا لهذه، لان في طرف واحد هو موجود وما فيش اصلا حد يقدر يتكلم يعني. فكيف تشوف يعني التغير اللي صار عند الناس المتسع من الحرية اللي كانوا هم متمتعين به في وجود أنصار الشريعة اللي كانوا هم يحموا في في المدينة ويحموا في المستشفيات؟ صحيح. والآن هم غير قادرين حتى على التفوه بكلمة واحدة أو أي شيء ممكن أن هم يديروا جماعة الكرامة تلقاهم يعني متوافقين به. كيف تشوف يعني النقطة اللي وصلوا لها الناس هذه؟ الناس للأسف الشديد نحن يعني لازم نعرف حتى ثقافتنا، نحن كشعب ليبي ثقافتنا يعني في الغالب تجد أن الناس تصدق ما تسمع ولا تبحث ولا تطلب البرهان. يعني عندما نتكلم على اغتيال أو جريمة، فإذا وجدت مؤسسات يعني موجودة البينة على من الدعوة واليمين على من يجب أن حتى البينة لازم تكون مش اتهام، البينة هي برهان. يعني أنت وين البحث الجنائي؟ وين تحقيقات النيابة؟ وين الأحكام القضائية؟ يعني الإداء الاتهام هو شيء عادي ممكن أي شخص يتهم أي حد، متاح لأي شخص. لكن أن تدين وأن تصدر حكم وأن تطبق الحكم هذا غير جائز إلا قاضي وأنت جلد إلا بإثباتات. فهم يعرفون معرفة جيدة على يعني مستوى الثقافة في ليبيا أو 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 يعني إن يعني زي ما تقولي إن في شريحة كبيرة قابلة إن هي تستقبل معلومات غير مبنية على دليل، تمام، وتصدقها وتصدقها. وللأسف الشديد يعني ما ننسوش حاجة، نحن رأوا يعني بالنسبة لقاتلوا في مشروع حفتر عارفين من إحنا، يا إما يعني لغرض السرقة أو لغرض أو لغرض الانتقام. نعم، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذه الفقرة، وللحديث بقية أكيد في باقي الحلقات. إذا المشاهدين الكرام فاصل قصير ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا، وينضم إلينا في الاستوديو الإعلامي عبد الحميد الحصادي لتسليط الضوء حول آخر ما تناولته هو السوشيال ميديا. أهلا بك عبد الحميد. أهلا بك مايس.
الآن مشاهدينا نذهب لنشاهد فيديو للمتحدث باسم القيادة العامة لحفتر رسمية تابعة لما يسمى بعملية الكرامة. الآن وفق القرار، هو القرار ليس قرار فقط، هو القرار الثاني أو تكملة القرار وبطلان ما صدر عن هذه الحكومة من قرارات، وبما في ذلك تشكيل الحماية الرئاسية أو الحرس الرئاسي، تدخل أجنبي، معركة سرت، كلها الآن تعتبر باطلة. نحن معركتنا مستمرة، ونعتبر الآن أخرى كذلك أن المنطقة أي منشأة أو أي مدينة تحت ميليشيات تتبع السراج هي تحت عصابات وميليشيات غير قانونية، وبالتالي وجب قتالها. إذا عبد الحميد، ما رأيك في ذلك؟ الحقيقة يعني شو رأيي؟ بالتأكيد ميس، يعني للأسف يعني دعوة للحرب، دعوة للقتال، لم يكفيهم سيناريو القتال والحرب اللي قائم في بنغازي، يريدوا أن يفتحوا أبواب أخرى. كل من يخالفهم في الرأي، كل من يخالفهم في السياسة هو عدوهم. يعني في نقطة مش مفهومة، يعني توا بعد اللي صار في رفض منح الثقة للمجلس الرئاسي، يعني طلعوا قالوا ان احنا نبوا حوار ليبي، يعني هم اذا كان انتم تبوا حوار ليبي علاش تعلن في الحرب؟ علاش تعلن في الحرب وتتهم في طرف واحد ثاني؟ ما هم هذوما اعزاء، يعني صحيح. جزء يعني من يعني حتى المتحدث تو المسماري باسم القياده بتاع حفتر يعني حكى على بطلان عده قرارات وبطلان حتى عمليه البنيان المرصوص في سرت. يعني هي وقفه على حكومه، ولا وقفه على راي سياسي، ولا وقفه على حد يعني بعينه هي عملية البنيان المرصوص. البنيان المرصوص قائم بها شباب ليبيا، ثوار ليبيا اللي فعلا هم الآن في الميدان وقائمين بواجبهم، وسيعلنون التحرير قريبا بإذن الله. هذه سرت اللي أنت ما قدرتش تحررها، لا أنت ولا قائدك، ولا كيف بطلانها حققت نتائجها، لا تنتظر فيها الافتراحات. كيف حفتر غير خطة يا رجل؟ يعني تستغربي، يعني في حتى في مخترينا مثلا متحدث رسمي باسم عملية الكرامة، ولكن يعني حتى في انتقاء الجمل، يعني توا ليس هناك مثلا محبين مثلا لعملية الكرامة لما يسمعوك انت تتحدث عن بطلان عملية البنيان المرصوص؟ هل هي يعني يعني مرتبطة بالمجلس الرئاسي؟ أليس هناك ثوار وليس هناك قاعدة شعبية تنطلق من كل أنحاء ليبيا لمحاربة هذا التنظيم في 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 سرت؟ أليس الليبيين كلهم ضد داعش وتواجد داعش في أي مدينة ليبية؟ الإرهاب هو اللي حارب فيه حفتر بس. يعني هنا المستغرب أن هذه الدعوة للحرب، لماذا لا يكون الخطاب راقي من الجميع؟ لماذا الليبيين لا يجتمعون فعلا على طاولة وفاق وطاولة حوار حقيقية لكي يخرجوا بجسم يتفق عليه الجميع ويجمع الجميع؟ نعم. ويحل هذه المشاكل وهذه المختنقات اللي مر بين الشعب الليبي. الآن المجلس النواب ربما صحيح هو أبطل الحكومة المنبثقة عن المجلس الرئاسي، ولكن الحوار لازال مستمر، لازالت هناك جولات، ولازال هناك حديث. هم لا يفهمون إلا في حديث الدبابات وحديث الطائرات وحديث الأسلحة. هذه هي لغتهم. يعني عندما يطلع عليك واحد زي متحدث رسمي يتحدث على العنف وعلى القتل وعلى الدمار والتدمير والتهجير، لماذا يعني لماذا هذه اللغة؟ خلينا نشوفوا صفحات كيف تناولت الأخبار. صفحات اليوم والله ميس، يعني جبت لك بعض الشخصيات يعني أو المدونين اللي دونوا بعض علقوا على هذا القرار وهذا التصريح من المسماري. هنا غيداء التواتي، المسماري: بعد قرار مجلس النواب أي مدينة تحت سيطرة الحرس الرئاسي وميليشيات السراج غير قانونية وجب قتالها. يعني حتى استخدامها وجب قتالها، هنا يهي يسهك عليه أنه هو شنو؟ أنه وجب قتاله وكأنه هو فتوى منه، يعني وجب دائما يستخدمها الشيخ. يعني أصلا كلها من الشيخ الغرياني يفتي بقتال الليبيين. حي وخلاص يا شيخ مسماري، من وين جبت الوجوب متاعك بس؟ هنا طبعا هي غيداء تواتي تعلق عليه. رافع وائل: هم لوين تبوا توصلوا بس؟ يعلق: هم لوين يبوا يوصلوا بس؟ يعني بهالدعوة للحرب والدعوة للقتال. عبد الحكيم البيطة:
طبعا كاتب كلام ما نقدرش نقوله، عندما أسمع وأشاهد مثل هذه العاهات أتساءل هل يمكن أن نكون في ليبيا واحدة؟ نعم إن شاء الله يا ربي تجمعنا ليبيا. محمد شريدي الواحد غير شني بيقول لما يسمع هذا النهيق، سامحوني فيها يعني بس لازم نقول. عصام جميل حرب سرت باطلة شركائنا في الوطن، هنا يعلق عصام جميل تعليقا على حديث المسماري بأن حرب سرت باطلة وكأنه ينتظرون في الوجوب أو البطلان من حفتر وأتباعه. طارق بن إسماعيل قال لكم حتى معركة سرت تعتبر باطلة ويجب قتالكم، وبعدين كيف بتفاهموا معها المسماري المصدي المرشوق في طبعا كلام واجد يعني ما نقدرش نقوله، لكن يعني بشكل عام يعني الجميع المعلقين اللي علقوا والمدونين مضايقين من حتى من مثلا شمول هالموضوع اللي معركة سرت، يعني باش تعرفي ان هذوما ما همش هامهم ليبيا، مش هامهم القضايا الخطيرة التي تمر بليبيا، وداعش من اهم الأمور التي يطمح لها الليبيين أنها تتلاشى من ليبيا. يعني الحقيقة يعني يأسف الواحد من هكذا أصوات تدعو للحرب وتدعو للقتال وتدعو لتشتيت الليبيين والانقسام. يعني إذا تناقشنا مثلا في الموضوع، ولا يعني هل تعتقد بأن فعلا هو كمتحدث راجع كلامه للقيادة العامة التابعة للبرلمان؟ يعني احنا شاهدنا سيد رئيس البرلمان وهو يتحدث ويقول ان مصراتة وكذا ويشكر فيهم وان وجب ان يكون في حوار يعني ما بين الأطراف، وبعدين لقينا انا في البرلمان برضو يقولون ان نحن نبغى حوار ليبي بعيد عن التدخلات الخارجية. كيف الليبيين يبغوا يقعدوا على طاولة مثلا وحدة وفي من يدعو للحرب؟ انت اذا كانوا هم يدافعوا عن ارضهم مثلا عن سرت اللي هم جوهم داعش لعندهم، فكيف يعني تشوف هذه التصريحات مثلا غريبه؟ يعني طبعا هو يعبر تصريحات عن مثلا رأي، هل هي غير مدروسه؟ هو يعبر عن راي حفتر والقياده التابعه لحفتر، يعني انت عارفه علاقه حفتر بالبرلمان، هو المسيطر على رأي المجتمعين تحت قبة البرلمان. للأسف الشديد يعني حتى عندما أريد أن أفشل مشروع لابد أن يكون هناك بديل أو تكون هناك يعني حكومة أو يكون هناك جسم آخر لابد. طبعا هو كل يريدون أن يخلوا حكومة الثنية هي الحكومة الواحدة التي ربما يعني تسير الأجندات وتسير ما يريده حفتر، لأنه هو لديه السيطرة عليها ولديه الحكم عليها. ولكن أعتقد أن الأيام القادمة كفيلة بأن تبين حقيقة الأمور، وتبقى هذه تهديدات طبعا بالتأكيد يعني بعيدة عن التطبيق، لأن أغلب المدن ربما طرابلس الآن يعني بعيدة عن يدين حفتر يعني. شكرا يا عبد الحميد، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع آراء المواطنين في المنطقة الغربية حول استهداف طيران حفتر للمدنيين في بنغازي. إلى اللقاء. كلهم مسلمين صراحة، معناتها عادي، هو حرام الإنسان الواحد تو يحارب مسلم في مسلم. المشكلة علاش؟ علشان هو علشاني بس نبي علشاني بس يعني بصراحة والله إلا غلط هذه بصراحة غلط بصراحة. ظاهرة يعني خطيرة جدا في المجتمع الليبي وفي كل المجتمعات العربية نشوفها يعني في كل القنوات، حتى مش في ليبيا يعني بصفة عامة. هذه طبعا خطيرة جدا، وفي ناس يعني ما لهاش دم في أي شيء، تصبح معناها مهدودة بيوتها عليها وكذا، والصراحة هذا لا يطاق يعني.